British school. We create leaders. ايه ده؟ مالك يا لولو؟ زعلانة ليه؟ أنا زعلانة خالص يا مستنيلة، وزهقانة ومش عارفة أنظم وقتي. يا لولو، طب خلاص ما تزعليش، أنا ممكن أساعدك. بجد؟ هتساعديني؟ أه يا لولو هساعدك. ماشي. بصي يا لولو، إحنا ممكن ننظم الوقت بتاعنا ونعمل كده جدول بسيط من أول ما نصحى لحد ما ننام. ماشي. بصي يا لولو، أنت بتصحي الساعة كام؟ أنا بصراحة بصحى الساعة واحدة. لا واحدة يا لولو، ده متأخر خالص، احنا نتعود ان احنا نصحى بدري. ماشي. الساعة كام بدري قوي يعني؟ الساعة 6 7 8 يا لولو، احنا في الاجازة دلوقتي، احنا ممكن مثلا نصحى الساعة 10. ايه رأيك 10 ده كويس؟ كويس. ماشي يا لولو، احنا ممكن اول ما بنصحى طبعا زي ما اتعودنا ان احنا بنغسل ايدينا وبنغسل وشنا وبنغسل اسناننا، صح يا لولو؟ ايوه صح. وبعد كده نجري بسرعة نرجع نوضب سريرنا، وبعد كده نصبح على بابا وماما ونحضر الفطار ونفطر كده. تمام يا لولو؟ بس انا مش بوضب سريري. لا يا لولو، احنا ننظم وقتنا، يبقى احنا اول ما بنغسل ايدينا واسناننا ووشنا كده على طول نحفظ، على طول نرجع على اوضتنا ونوضب السرير بتاعنا. ماشي يا لولو؟ ماشي يا مس. شطوره يا لولو. بعد كده قولي لي يا لولو، انت بتلعبي رياضه؟ انا بحب الرياضه قوي. شطوره يا لولو. طب على طول منتظمه عليها ولا اوقات بتنسيها؟ انا على طول بلعب نط الحبل. برافو يا لولو، يبقى احنا نخصص الوقت بتاعنا بعد ما نفطر الساعه 11 ل 12، ده يبقى وقت الرياضه بتاعنا يا لولو. ممكن نلعب فيه زي ما انت ما قلتي نط الحبل، ممكن كمان نلعب باليه، ممكن نلعب يوجا. ماشي يا لولو؟ ماشي يا مس. طب يا لولو، انت بتحبي تلعبي مش كده؟ ايوه. طب يا لولو، نخصص وقت للعب بتاعنا؟ نخصص وقت للعب بتاعنا. طب يا لولو، الوقت ده ممكن نخليه من الساعه 12 لواحدة، بيبقى وقت اللعب بتاعنا نلعبي فيه باللعب بالجميله بتاعتك، اذا كانت صلصال مثلا او بازل، او ممكن تعملي كمان مسرح عرايس. ماشي يا لولو؟ ماشي يا مس، بس ساعه واحده بس. معلش يا لولو، ما اليوم لسه طويل وهنعمل فيه حاجات كتيره قوي مع بعض. ماشي يا مس. طب يا لولو، تفتكري بعد كده الساعه اللي هتبقى الجايه دي هتبقى الساعه كام؟ تبقى الساعه واحدة. شاطره يا لولو. من الساعه 1 لـ 2 دي ممكن نتعلم فيها حاجة جديدة. زي ايه؟ تفتكر ايه يا لولو؟ ممكن مثلا نرسم. برافو يا لولو، ممكن كمان نرسم، وممكن كمان نلون، ممكن نقرا كتاب، ممكن كمان نراجع اللغة بتاعتنا. دلوقتي احنا طبعا مش بنروح المدرسة، صح؟ صح. فاللغة بتاعتنا ممكن نكون نسيناها، فممكن احنا نراجع اللغة ديت، وممكن كمان نعمل أكلة جديدة. ايوه بحب الأكل. مش بتحبي الأكل يا لولو؟ ايوه انا جعانة قوي. يبقى احنا ممكن كمان نتعلم أكلة جديدة، صح؟ صح يا مس. ماشي يا لولو. بعد كده عايز اسالك سؤال يا لولو. اسالي يا مس. انت بتساعدي ماما في البيت ولا لا؟ بصراحه لا. طب يا لولو، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا لازم يبقى لنا دور في البيت ونساعد بابا وماما، صح يا لولو ولا لا؟ صح يا مس. يبقى احنا نخصص وقت مثلا اللي هو هيبقى من الساعه 2 لـ 3، ده هنخليه دورنا في البيت. يعني ايه دورنا في البيت؟ ممكن ننظف الاوضه بتاعتنا، ممكن نرجع نلم اللعب بتاعتنا، صح ولا غلط يا لولو؟ ايوه صح. ماشي. وبعد كده هتبقى الساعة 3، تفتكري الساعة 3 دي ممكن نعمل فيها ايه؟ هناكل. شاطرة يا لولو، يبقى الوقت بتاعنا من الساعة 3 لـ 4 ده هيبقى وقت الغداء، وممكن بعد كده. انت بتحبي تنامي في الظهر مش كده يا لولو؟ ساعات بحب انام. طيب يا لولو، يبقى احنا ممكن بعد ما نتغدى نستريح شوية ونصحى مثلا على الساعة 5 نكمل باقي يومنا. ماشي يا لولو؟ ماشي يا مس. هقول لك على حاجة بقى يا لولو انا بعملها مثلا بقالي فترة كده قليلة وحابة اشاركك فيها. ماشي. بص يا لولو، انا دلوقتي عشان خاطر ما بقتش انزل اقدر اشوف قرايبي كلهم بسبب الكورونا، ممكن خصصت وقت ان انا في الوقت ده بكلم فيه قرايبي زي تيتا او جده عمته، كل قرايبي مثلا في اليوم بحدد مثلا يا لولو 5 اشخاص. الخمس اشخاص دول بعمل ايه؟ بكلمهم اطمن عليهم يا لولو، اسال عليهم واحسسهم ان انا مش ناسيهم. فانت كمان يا لولو ممكن من الوقت من الساعه 5 لـ 6 تعملي زي ما انا بعمل كده. ايه رايك؟ خلاص ماشي، انا هكلم جده وهكلم تيتا وقرايبنا وكل صحابي. شطوره يا لولو. هيجي بعد كده وقت من الساعه 6 للساعه 7. هقول لك على حاجه حلوه قوي ممكن تعمليها في الوقت ده يا لولو. عندنا حاجات كتير قوي في البيت ممكن نكون ركننها مش عارفين نستخدمها ازاي، ممكن احنا نفتكر ان هي خلاص ادمت، لكن لا، احنا ممكن نستخدمها ونفكر نعمل حاجه زي اسمها ايه يا لولو، ان احنا مثلا نعيد تصنيعها. فاهمة يعني ايه نعيد تصنيعها ولا اشرح لك اكتر يا لولو؟ لا مش فاهمه يعني ايه. هبسطها لك يا لولو. عارفه علب اللبن؟ عارفاها. وبرطمانات المربى؟ عارفاها. ممكن الحاجات دي نجيبها ونفتحها من فوق كده يا لولو ونلونها باشكال جميله وتبقى حصاله. ايه ده انا معايا فلوس كتير قوي احطها في الحصاله دي. طيب يا لولو، يبقى احنا كده ممكن مثلا في يوم نعمل الحصاله،
في يوم تاني لو عندنا اكسسوارات في البيت احنا حاسين ان هي خلاص قدمت ممكن نعمل بيها اشكال جديده، او ممكن يا لولو نجمعها ونديها لحد محتاج. صح يا لولو؟ ايوه صح صح. يبقى احنا كمان ممكن في اليوم دوت عملنا حاجه حلوه قوي بقى ربنا يتبسط بيها مننا. صح ولا غلط يا لولو؟ ايوه صح كده. شاطره يا لولو. طيب في وقت طبعا انا عارفه انت بتحبي تتفرجي على الكرتون، صح ولا غلط؟ وقت التمرين. برافو يا لولو. ممكن نخصص وقت مثلا من الساعه 7 ل 9، ده يبقى وقت نتفرج فيه على التي في بتاعنا براحتنا، نتفرج على كرتون، برنامج تعليمي، نتفرج على فيلم مع بابا وماما. صح ولا غلط يا لولو؟ ايوه صح، انا بحب سبيس تون قوي. برافو يا لولو. بعد كده طبعا خلاص بيبقى الليل جه واحنا زي ما اتفقنا بنصحى بدري، يبقى هنعمل ايه يا لولو؟ هننام بدري. شطوره يا لولو. فقبل ما ننام بنبتدي ان احنا نجهز نفسنا، ممكن نخلي حد يحكي لنا قصه، ممكن كمان نسمع ميوزك، نتعشى عشا خفيف يا لولو، بعد كده ننام. لسه زعلانه يا لولو؟ لا خلاص، انا بقيت مبسوطه جدا وعرفت ازاي انظم يومي. شطوره يا لولو. يلا نقول باي باي لاصحابنا. باي باي يا اصحابي. Minneapolis School. We create leaders.